من دعم لها، وهذا ليس بالشيء الجديد علينا. في الحرب العالمية الثانية يونس بحري كان يشطح في الرايخ في ألمانيا، واللورد هوهو، سمعت كلكم صغار يمكن أنا لحقت، ما عاد كم وجه أمامي هني عواجيز. المهم نحن ليس أمام غزو ثقافي على الإطلاق، ولا يوجد شيء، هذا وهم عربي في عقلية الإنسان المتخلف العربي المتشنج مما يسمى بالغزو الثقافي من أوروبا وأمريكا. لا يمكن نحن نبدأ دائما في هذا الحرب الشنيعة، لكن نحارب أنفسنا لأن نحن مقصرين، ليس لدينا البدائل. نحارب أنفسنا لأننا لا نستطيع أن نصنع البدائل ونتفوق. فالغزو أمر طبيعي، ويجب أن لا تقف أمام غزو ثقافي. الثقافة أمر كالعولمة وغيرها، خطأ أن تقف أمام ذلك. مهما يعني أنا شخصيا مهما قلت لي من مبررات لن أقبلها. ننظر إلى المستقبل، هذه القنوات الموجودة الآن شاهدوها، أنا أشاهد الحرة وأشوف الحرة العراق، فيها أخبار دقيقة من عراقيين أنفسهم لا يصل إليها محطاتكم لا عربية ولا جزيرة، منتهى الروعة. لماذا لا؟ لماذا لا؟ الوعاء الآن العربي هو وعاء القنوات الخليجية، وعاء بالنسبة للآخرين كوعاء اقتصادي للإعلان والترويج وما أشبه ذلك، وكذلك بمنتهى الذكاء بهذه الإمكانيات التي توفرت مع جانب من الإبداع وجانب المال توفر وجانب من الإبداع وجانب من الحرية. أليس هذا هو الإعلام اللي كلنا نتمناه؟ بس أستاذ محمد، هذه القنوات يعني تملكها حكومات، وهذه الحكومات ليست جمعيات خيرية، حتما هناك محتوى ثقافي، ولكن عبر المحتوى الثقافي والإخباري يمكن تقديم رسالة تريد أن توصلها هذه الحكومات. ومين قالش لا يجتهد كل شخص مسؤول أن لا يصل إلى أنه كل شخص مسؤول يحاول بكل إمكانياته أن يصل لهذه الرسالة. الذي يخفق بعدم إيصال الرسالة هذه قدرات وأمكانيات في هذه المؤسسة. كل وزراء الإعلام في العالم العربي تشتكي، الوزراء والإعلاميين في العالم في التلفزيونات الوطنية تشتكي، تشتكي لعدم قدرتها على التطوير ومجاراة القطاع الخاص في هذا التطوير، لكن عليها رسالة. ولا تصدقون أن هناك بعض الدول لا تستطيع أن تعتمد على القنوات الخاصة من الناحية الاقتصادية كجدوى وقدرات. لا، هذه قنوات ليس في 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 الحس الاقتصادي خاسرة، وتدعم من الدولة، وتفضل الدولة في عالمنا العربي بالنسبة إلى الفن والأدب والثقافة والمعرفة. كل هذا لا بد أن الدولة تشجع، ولا بد أن نشجع الدولة أن لا تتدخل ولا تراقب، ولكن تدعم مجال الفنون. هذا مجال نحن متخلفين فيه يا جماعة. الجانب الإبداعي في العالم العربي متخلف في كل الميادين، سواء كان موظفا في الدولة أو أي بنك. بنوكنا الآن في هذه المشكلة لأنه قاصرة الإمكانيات والقدرة، كدكاكين الصيرفة، اتضح لنا كذا. فلا نستطيع أن نحن في موقع أن نحارب، آسف، أن نحارب بس شغلتنا إحنا شايلين سيفنا ونذبح العالم وكله كله ما يصير إلا إحنا زينين، هذه غير شغلة. شكرا لك. لا فضل فضل. خلاص تفضل تفضل. دايما ليه تحفظ، بس يعني ليه تحفظ مبدئي وعلمي وموضوعي. عندما يتم استخدام تعبير هذه القنوات طول الجلسة، أعتقد أن احنا بنفتئت على الموضوعية اللي بنتكلم عليها. يعني في فرق واضح بين بي بي سي
وروسيا اليوم، فرانس 24، دويتشه فيلا والحرة. في محطات بتقول بوضوح شديد انها رسالتها ان تعبر عن الدول والثقافة. ما حتى حيدر ما قالش رأي الحكومة الحقيقة، هو قال انها تعبير عن الدول والثقافات التي تأتي منها. يعني هذه المحطات تقول اليافطة بتاعتها كده، العلامة بتاعتها كده، وما فيش خلاف بيننا وبينهم ولا بينكم وبينهم على ده، انها تعبر عن مواقف شعوبها، مش هقول لك حكوماتها، يبقى في بينك وبينهم جدل تاني وذر اذا كانت دي حكومه يعني ولا شعب، لكن مواقف شعوبها ما بعرف، بس انه بس ده اللي هم بيقولوه، انا بكلمك على اللي بيقولوه. بس اللي احنا بنقوله غير كده، يعني بي بي سي لم تاتي لتعبر عن الحكومه البريطانيه، واقول لك باعتباري مسؤول عن بي بي سي العربيه، شبكه عربيه، انه نحن لا نشعر ان احنا مؤسسه بريطانيه بالمعنى التقليدي. نحن لم ناتي لنعبر عن الحكومه البريطانيه، ولم ناتي حتى لنعبر عن الثقافه البريطانيه والشعب البريطاني، ولم ناتي لننقل وجهه نظر بريطانيا للعالم، ولا لنروج للتكنولوجيا البريطانيه والسياحه البريطانيه. مش ده الهدف ولا الرساله بتاعتنا. بي بي سي العربيه خدمه عامه، البيرسونا بتاعتها والبروفايل بتاعها. وانا اديك مثال طريف من السعوديه، يعني انا رحت حضرت فوكس جروب كانت موجوده في السعوديه، وكان المحاور بيحاول يفهم من الناس كيف يستشعرون شخصيه كل محطه من المحطات اللي موجوده. فكان بيسألهم سؤال طريف، يعني بيقول لهم لو تصورت أن هذه المحطة شخص، صف لي هذا الشخص، إيه البيت اللي بيعيش فيه، شكله إيه، ما هي السيارة التي يركبها. فإحدى المحطات كانت ممثلة في شخص راجل أكاديمي دكتور، سيارته حديثة الطراز مرسيدس، ويعيش في فيلا. عندما أتى الأمر لبي بي سي العربية، سواء كان ده سلبي أو إيجابي، بس أنا هقول لك على التجربة، قال لك إنها شخص حكيم يعيش في بيت دمشقي ويرتدي سيارة، هو قال رولز رويس، هو ما يعرفش طبعاً إنها ميني، بس هي هو قال إنها رولز رويس. بس البيرسونا عربية قوي. إحساس الناس ببي بي سي العربية على مدى 70 سنة مرتبط بشخصية عربية. بي بي سي العربية كانت ينظر إليها باعتبار أنها كان لها دور في توحيد لغة الإعلام العربي من سنة 38. عندما توفي حسن الكرمي اللغوي والعلامة المعروف، أنا تلقيت رسائل تعزية. يمكن بقية المؤسسة ما كانتش تعرف من هو حسن الكرمي، لكن حسن الكرمي بمؤلفاته ومشاركاته اللغوية وبرامجه التي امتدت على عقود والتي غادر بعدها المؤسسة ليعيش في الأردن قبل أن ألتحق أنا بها، كان لا يزال في ذهن الناس باعتباره إذاعي وإعلامي وأكاديمي له دور في يعني ترسيخ بعض معالم وزوايا والثقافة واللغة العربية. فإحساسنا كمسؤولين عن هذه المنظومة والمؤسسة ما هوش إحساس أجنبي يحمل رسالة للعالم العربي، ستناقضني فيها. التحفظ بس سؤال واحد هجاوبك عليه، التحفظ الآخر على ما قلت فيما يتعلق بأن احنا لا نستطيع أن نحصل على سبق، لا مش حقيقي. هو السبق هنا مش في المعلومة، لكن في التعتيم. يعني الحكومات التي لها علاقة قوية بمحطاتها مش بتديها اخبار ولا حاجه، بالعكس هي بتطلب منها الا تذيع اخبارا. بي بي سي كانت في وقت من الاوقات كما قلت خيار وحيد في العالم العربي. بس يعني معلش، انت لما تتكلم عن حسن كرمي انت تتكلم عن اذاعه البي بي سي في وقت عندما كان الشح العربي ما فيه، لا اختلف، يعني ما في اعلام عربي. لا ما عنديش، لا تكلمنا عن عن فضائيه البي بي سي حاليا. اكلمك عليها الاسبوع اللي فات. وهذه الفضائيه لم تستفيد من عندما اذيع خطاب السيد حسن نصر الله، نقلته كل المحطات الخطاب الذي اشار فيه الى موضوع الخليه التي سميت بخليه حزب الله في مصر. تابع التغطيه لهذا الخبر في مختلف المحطات، الكل اذاع الخبر، لكن في محطه بتقول لك حسن نصر الله اكد ان الخليه كانت تقوم بعمل كذا، اعترف، وفي محطات تقول انه حسن نصر الله نفى نفس الخبر ونفس الخطاب، ومحطات قالت في نشره انه نفى، وفي نشره تانية انه اكد. نفى ايش؟ نفى انه هناك خليه كانت تقوم باعمال ارهابيه في مصر وفي الى اخره. لكن لو حبيت تعرف السياق الكامل هتشوفه في البي بي سي، سياق الموضوع كله هتشوفه في محطه واحده. ايش حصل؟ حصل ايه في الخبر ده؟ ايوه، ايه السياق كله، سياق الخبر كله بخلفياته بما نفاه وما أكده. لكن عندما تجتزئ محطة من المحطات جزء مما قيل في سياق الخبر ومحطة أخرى، يعني النقطة وصلت، بس رجاء وصلت خلاص، بدي أفتح مجال للنقاش. تفضل أستاذ علي جابر، تفضل. شكرا. بس للأخ الكريم تبع